كلكم عم تسألوني بالتعليقات كيف صرت أكل لحمة بعد ما كنت نباتية. السبب بهيدا الفيديو. يعطيكم العافية. أهلين. قالوا لي إنك أنت من أحسن الملاحم الموجودة في رحبة، وأنا جيت اليوم لأنه بدي شقفة لحمة فريش كرمال الكب الني. تكرمين. أي شقفة يجولي أنتوا بتعطوا للكب الني؟ في عندي كذا شقفة للكب الني. اللزقة، عند كل السمكة. شو هي أحسن قطعة للكب الني بالبقرة؟ اللزقة. أنت لما قلت لي لزقة أنا ما فهمت شو يعني، أي جزء في البقرة هيدا؟ هي اللزقة تيجي على الكتف. أنت كلحام وعندك خبرة بهيدا المجال، الكب الني لتكون طيبة، شو هي الأشياء اللي بتنصح فيها للناس تعملها؟ حسب كل إنسان شو ذوقه بالأكل. طريقة الطحن لها دور. أنت كلحام لما تعمل صحن كب ني لإلك، كيف بتعمله؟ أعطينا الوصفة. بعطي اللزقات أو السمكة، قطعة زور معها أو قطعة لية، فرخة مع البرغور، التوابل تبعولها. قد إيه لك لحام برحبة؟ نحن عائلتنا أباً عن جد لحامين برحبة. فيك تقولنا موقع الملحمة تبعك؟ ملحمة حكمة البيع موجودين برحبة عكار، حد كنيسة مرجرجيس. معلش لو سمحت تقطع لي كيلو للكوب الني اليوم. تكرم عيوني. طبعا نقص اللزقة، نقي اللزقة. فكرة هدول مش عروق، هي لأنه نحن بننقي الديح ناصحة لتطلع طيبة. ونحن بنذبح على ايدنا. كل قديش بتذبح ذبيحة جديدة؟ من هذه الجمعة ذبح ثلاثة أو أربع ذبيح. هذا الكبة هلا بدنا نطحنهم. رح اعملهم بالجرن. بعرف انكم بتحضروا اطيب كبة نية، بس اليوم بدنا نرجع لاصول الكبة النية ونعملها على الطريقة الرحبوية القديمة. سو جبنا جرن كتير قديم ومدقة كتير قديمة وحضرنا كل المطيبات. رح اخذ اللحمة من عندك لندقها على ايدنا اليوم. تمام. تكرم عيونك يا ست شروق. صغر لك يوم مشان ما يعذبوكي بالدق. مشان ما تعذبوا فيها بالدق. هلا بحط لك معها شقفة زور بقر كمان دقية معها. هلا رح نروح لنجيب باقي المطيبات اللي تنحط مع الكب النية، نعمل اطيب كبة رحبوية. وبالكب النية بحطوا حبق فريش. جارنا جاب لنا شتلتين حبق، تعالوا نقطف منهم. ريحة الحبق بتطير العقل. وهذا هو. جيت لعند طنط ام جوني برحبة لأنه هي عندها الوصفة. يعطيك العافية طنط ام جوني. ميرسي الله يعطيك. جيت لعندك لأنه قالوا لي إن الكبة النية اللي بتعمليها كتير طيبة. شو بيلزمنا لنحضر كبة نية؟ شو بيلزمنا؟ منجيب اللحمة منحط له شي نص كباية برغوث، ومنرجع منحط له بصلة وبهار أسود ومرتكوش نتفة وحبق وملح، وبنفركها وبنحيلها مضبوط وبتطلع كبة نية هالشكل. طنطم جوني قلتي لي بدنا نبتة اسمها مرتكوش، شو هيدي النبتة وانتي زارعة منها؟ زارعة منها. فيني أقطف منها شوي لأني اليوم عم حضر كبة نية؟ تكرم عيني. خلينا نقطف مرتكوش من عند طنطم جوني. هيدي هي المردكوش. بقطف لك حبق. قطفت حبق من البيت من عندي. وهلا فايتين على البيت لعند طنط ام جوني لحتى نجيب اغراض الكب النية. نجيب لها برنة. وشو بعد؟ بدك بهار كمون. بهار ابيض. بهار اسود. هودي هن وهودي البرغلات. بيلزمنا بعد شي غير هول الاغراض؟ لا بصل. إذا بدك بتحطيها كلها. رح أعمل هيدي الكبة ورح جيب لك منها صحن لتدوقي لي إياها وتعطيني تقييم على 10. تكرم عينك ولا شروق. بدك تعملي أحلى كبة ني. أكيد يا طن طبعاً. وهلأ وصلنا عن جرن الكبة لحتى نعمل أطيب كبة ني. بدنا نبلش ندق اللحمة. جرن الكبة هيدا موجود من أيام جده لجد زوجي. منحط اللحمة بقلب جرن الكبة. بندقهم وخلينا نحط معهم شوي من لي اللي اعطانا اياها اللحام. تعالوا دقوا اللحمه معي. بتضلكم تدقوها لتصير كتير ناعمه.
بتحطوا نقطه مي بارده على اللحمه كرمال يتردق ويصير اسهل عليكم. وهلا خلصنا دق اللحمه حطيناها على جنب، هنحط البصل والحبق والمردكوش وندقهم سوا. هقص البصله نحط شوية ملح على البصل لأنه عم بيطير ونحن عم ندقه. عم تشتي الدنيا بشكل فظيع. بعدنا عن الشتاء، هي أول شتوة برحبة. برحبة يلي بده يتجوز وما بيقدر يرفع الجرن ما بيجوزه. وخلينا نحط اللحمة فوق البصل والحبق المدوق. بعدين منجيب برغل ناعم. أيوة. منغسلهم تغسيل. كمون ناعم، فلفل اسود، وفي عنا فلفل ابيض ورشة ملح. وهلا بندقهم اخر دقة. خلينا نسكب الكب الني الرحبوي. نعناع فريش. هيدا اول صحن صار جاهز، هيدا حيروح على البيت لحتى العيله تاكل منه. لازم اعمل صحن لام جوني. ابصر شو حتقول ام جوني هلا لما تدوق الكب النية، وابصر قديش رح تعطيني على 10. حنزينه بالنعنع. انتو بتستغربوا بالتعليقات كيف في لبنان بياكلوا اللحمه نيه، بس صراحه لو تدوقوا الكب النيه بتعرفوا ليه انا بطلت نباتيه. عملت صحنين كبة نية اليوم بالجرن، واحد حندوقه لأم جوني وواحد للعيلة. تعالوا لنروح لعند أم جوني لتعطيني رأيها بالكبة النية اللي عملناها بالجرن. إلى أم جوني. طنط أم جوني. طنط برافو. جبت لك صحن الكبة، تفضلي دوقي. كيف بدي طعميك يعني؟ طلعك مع النعناع وفيك انت تجربي. طيبين يا طنط؟ شو ناقصين؟ ملح بس، ما ناقص شي، ملح بس. طيبين، وزي ما قالت طنط ام جوني ناقصهم شوية ملح. طيبين وكتير منيح يعني. ميرسي. ترى برغلن يعني. صحتين وعافية على 10، قديش بتعطيهم؟ 10/10. ميرسي يا طنط. قولوا لنا بالتعليقات إذا جربتوا هالكبة النية ولا لا.